جاء اختيار تنظيم ندوة لدعم حراك الريف في إطار تنويع أساليب وأشكال هذا الدعم والمساندة لأهلنا في الريف، وخاصة لمناضلي الحراك وبالأخص لمعتقلي الحراك. ولا شك أن الجميع ينتظر ويتطلع لمعرفة مستجدات قضايا الحراك وخاصة مستجدات أوضاع المعتقلين. على شباب الحراك سيف الاعتقال والاختطاف والتحقيق في السجون والأحكام الجائرة والثقيلة التي لم تستثني حتى الأطفال، والتنكيل بالعائلات الصامدة، كل ذلك لكسر الإرادة وإدلال الشباب. لكن عزة وكرامة شباب الريف كانت هي الأقوى، فلم يتوقف الحراك ولم يقع التخلي عن المطالب رغم الخطر الذي يحدق بحياة المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 3 أسابيع. وهذا ما يفرض علينا أن نضاعف الجهود ونحشد قوانا ونزيد من التعبئة في جميع جهات الندوة تأتي في سياق دعم الحراك بمختلف الأساليب، وحراك الريف طرح العديد من الأسئلة على المناضلين وعلى المواطنات والمواطنين وعلى كل النخبة السياسية والثقافية، ولذلك ارتأينا في اللجنة أن نطرح بعضا من هذه الأسئلة أمام العموم وعلى مثقفين لهم تحليلات تميزت بالعمق في قضية حراك الريف وفي قضية النضالات الجماهيرية من أجل المطالب الديمقراطية. وهذه الندوة تستهدف أيضا من جهة أخرى تقديم المستجدات في قضية معتقلي الحراك، وهي القضية التي تثير الرأي العام الوطني والرأي العام الدولي انطلاقا من التطورات السلبية التي تعيشها. سيحضر معنا محامون وأعضاء من هيئة الدفاع لتقديم آخر المستجدات، كما سنستمع لشهادات ذوي المعتقلين ومن ضمنهم أب المناضل ناصر الزفزافي. في شهر يناير من 1988 إلى غاية أن جاء بعض المنظرين إلى المدينة، فكان الظهير ظهير عسكرة الريف، فمن يناير 1958 إلى غاية يناير 1959 وبالضبط يوم الاثنين 5 يناير 1959 عند الساعة 10:25 من صبيحة ذلك اليوم أطلقت قذيفة من جبل بالعسيمة يسمى جبل موروبيخو ليعلن الحرب على الريف من طرف عامل الإقليم العسكري المسمى القبطان بالعربي. فبعد ذلك توغلت فحدثت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وحدث اغتيالات بالجملة، اغتصابات بالجملة، قتل الرضع، بقر بطون الحوامل، نهب الممتلكات، حرق البساتين إلى غير ذلك. ولكن مرت العقود
فتناسينا، نحن في الريف تناسينا ولكن دون أن نخبر. وجاءت 84 من القرن الماضي، فأدميت الندوب التي كادت أن تندمر، فقلنا مرة ثانية سنتناسى. وجاءت 2011 ليقتل 5 شباب ويرمى بهم في وكالة بنكية ليحرقوا، فكذلك كنا سنتناسى. وجاءت قضية 2016-2017 الذي انبثق منه، أي بعد مقتل المرحوم محسن فكري بطريقة بشعة في أكبر مكان، في شاحنة تحمل نفايات، وبسبب ذلك تحركت الجماهير في الريف.